بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذه صفحة جديدة من صفحات تاريخ الرسالات. عاد الذين أرسل الله تبارك وتعالى فيهم أخاهم هودا. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك بعد أن ذكر قوم نوح، دعوة نوح إليهم، ماذا كان ردهم، ماذا كانت النتيجة. قال تبارك وتعالى فيهم: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. القصة تتكرر، لكن قوم آخرون، لكن المشاهد هي المشاهد. الرسول دعوته هي دعوة من قبله، ما يقال له هو الذي قيل لمن قبله من الرسل. مواقف المكذبين واحدة، ثم تكون النتيجة واحدة: أن يستأصل الله تبارك وتعالى المجرمين وأن ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى عاد. قبيلة عاد قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب الجزيرة في الأحقاف، صحراء الأحقاف المعروف الآن، كما قال تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه القبيلة العربية، وهذه من العرب البائدة التي استأصلها الله تبارك وتعالى، أرسل الله تبارك وتعالى فيهم أخاهم، سماه الله تبارك وتعالى يعني أنه أخاهم هود، وذلك أنه كان منهم من القبيلة. قال أي هود عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة هود دعوة كل رسول إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله لكم سواه، لا إله لا معبود لكم. وذلك أن الإله الذي يستحق العبادة والألوهة هو الخالق الرازق البارئ الملك المدبر، وهذا ليس لأحد إلا الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض.
وليس هناك من يشبهه، من يماثله، من له يد وفضل على ذرة في الوجود قط. ليس لغير الله تبارك وتعالى فضل على غيره قط، في أن أوجده، أن يحييه، أن يميته. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن مولاه سبحانه وتعالى. فالله الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له، وبالتالي هو وحده الذي يستحق العبادة. واعبدوا الله فهو ربكم ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دعوة إلى مخافة الرب تبارك وتعالى. أفلا تتقون، تجعلون بينكم وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية، فإنه يعذب من عصاه سبحانه وتعالى. أفلا تتقون، أفلا تخافون هذا الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. الملأ الأشراف الذين يملؤون المكان ويملؤون العين ويملؤون الأرض. قال الملأ الذين كفروا من قومه، أهل الكفر، إنا لنراك في سفاهة. جعلوا هذه الدعوة دعوة الحق الذي لا حق يعني أفضل منها، الحق الصراح، وهو دعوة الخلق إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى. جعلوا هذا سفاهة، والسفاهة هي الطيش وخفة العقل وعدم تقدير الأمور. فجعلوا الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى الذي هو أشرف عمل وهو العمل الحق، فإن هذا حق الله تبارك وتعالى على عبيده وخلقه. جعلوا هذا سفاهة، قالوا إنا لنراك في سفاهة. وقولهم في سفاهة يعني كأن السفاهة ظرف له، فلا تصرف من تصرفاته ولا قول من أقواله إلا ويصدر يعني سفيها. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وإنا بالتأكيد كذلك لنظنك، يعني يغلب على ظننا أنك من الكاذبين. وهذا كمان صفة الاستهزاء، يعني هم يكذبوه ولكن يقول الغالب على الظن أنك كاذب فيما تدعيه أنك رسول وأن الله أرسلك وأنه اختارك يعني من بيننا لتدعونا إليه. قال يا قوم ليس بي سفاهة. وذلك أن هود رسول الله تبارك وتعالى دعوته دعوة الحق، وهذا هو الرشد، فهو رشيد أمين، والله تبارك وتعالى لا يختار إلا أهل الرشد وأهل الأمان. وهذه الدعوة التي جاء بها والتي وصفوه بالسفاهة لأجلها دعوة الحق، فانظر كيف هم يعيشون في السفاهة حقا. هذا هو السفيه الذي لا يقدر الأمور، لا يقدر دعوة الله تبارك وتعالى ولا ينظر في العواقب. هذا يجعل نفسه أنه هو الذي على البصيرة وعلى الحق، وينظر إلى الرسول المؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى الحق يجعله هو السفيه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ولكني على الحقيقة رسول مرسل من رب العالمين، ورب العالمين إذا اختار بشرا فلا بد أن يختاره سبحانه وتعالى في يعني غاية الحكمة والعقل والأمانة والصدق. فهذا لأنه سيكون رسول رب العالمين، الله الذي يرسله، فهو عنوان على الرب تبارك وتعالى. فإذا كان إذا قال للناس أنا رسول من الله تبارك وتعالى لابد أن يكون كذلك، فإن هذا تشريف عظيم، شرف عظيم، لأن شرف الله تبارك وتعالى هذا البشر فجعله رسول له يحمل رسالاته، فلابد أن يكون في مستوى هذا الأمر العظيم الذي يكلفه الله تبارك وتعالى به. قل لهم ليس بي سفاهة، لا يمكن أن يكون يختارني الله تبارك وتعالى لأكون رسولا له وأنطق نطقا فيه سفاهة وفيه طيش، وإنما الذي أدعوكم إليه هو الحق الصراح من ربكم سبحانه وتعالى. ولكني رسول من رب العالمين. ثم انظروا دعوتي أبلغكم رسالات ربي. أنا رسول من رب العالمين، أبلغكم، أوصل لكم رسالات ربي. وذلك أنها
يعني كلام بعد كلام، رسالة بعد رسالة، وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح مخلص في قولي أمين. لا أكذب على الله تبارك وتعالى ولا أدعي ما ليس لي، بل إنما أنا مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى وأنقله كما يعني أخبرني الله تبارك وتعالى وكما حملني إياه. وأنا لكم ناصح أمين، والناصح هو الذي خلص قلبه وأحب يحب لقومه الخير ولا يغشه. ثم قال لهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ما وجه العجب فيما يعني في هذا الأمر؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ذكر تذكير من الله تبارك وتعالى، دعوة منه سبحانه وتعالى لكم لتتخذوا الطريق إليه ولتعبدوه، فهذا حقه سبحانه وتعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم خالقكم بارئكم على رجل منكم، اختار الله تبارك وتعالى رجلا منكم ليحملوا هذه الرسالة لينذركم، يعني ليخوفكم عقوبة الخروج عن طريق الله تبارك وتعالى ومنهج الله. ثم قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. اذكروا، تذكروا واستحضروا هذا الأمر، إذ جعلكم خلفاء. الخليفة هو الذي يأتي بعد قوم آخرين، جعلكم أنتم، استخلفكم في هذه الأرض بعد قوم نوح الذين استأصلهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم بتكذيبهم، فجعلكم الله تبارك وتعالى خلفاء في الأرض من بعدهم، وزادكم في الخلق بسطة. زادكم الله تبارك وتعالى في الخلق، في خلقكم بسطة. البسطة هو الاتساع، ففي الطول كانوا يعني كما قال تبارك وتعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا أهل أجسام طويلة، ويقال إنهم هم العمالقة، أهل شدة وبطش وقوة، وأهل حذق وبناء، كما قال لهم نبيهم: أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وهم قالوا لأنفسهم: يعني من أشد منا قوة؟ كانوا يرون أنهم أشد أهل الأرض قوة. فقال لهم: وزادكم في الخلق بسطة. هذا من صنيعه وإكرامه لكم سبحانه وتعالى، أن يعني أعطاكم هذه الخصيصة. فاذكروا آلاء الله، فاذكروا استحضروا آلاء الله، آلاءه نعمه، آلاء النعم، الآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذا تذكرتم هذا لعل هذا يأخذ بكم إلى طريق الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، والإنسان يفوز بالمطلوب بمطلوبه الأكبر إذا صرفت عنه كل السيئات وحصل له كل يعني الخيرات وكل ما يؤمله. ولا يكون هذا إلا بأن يفوز الإنسان بالجنة وينجو من النار، فإن الجنة أعظم مطلوب والنار أعظم مهروب. فانظر، هذه دعوة هود لقومه، دعوة واضحة صريحة بينة، الدليل قائم عليها، ولكن انظر ماذا يكون الرد. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خسئوا وخاب. قالوا له متعجبين: أجئتنا لنعبد الله وحده. انظر، يتعجبون من الحق الذي لا حق فوقه، وهو أن الله هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، لا حق أكبر من هذا. لكنهم جاءوا هذا متعجبين، قالوا: كيف نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وماذا كان عليه الآباء؟ ضلال، كفار، اتخذوا آلهة وصنعوها بأنفسهم واخترعوا لها مسمى الإله وليست بإله. قالوا: أجئتنا، يعني رسول من الله في زعمك، لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نترك يعني الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مستهترين.
فأتنا بما تعدنا، قالوا هذا على وجه التحدي والاستهزاء برسولهم والتكذيب له، وأنه ليس في مكنته وليس عنده هذا الأمر الذي يهدد به، فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تقول أنك رسول وأنك تهددنا بما تهددنا به. هذا طبعا إقفال، قفلوا باب الحوار مع رسولهم وقفلوا باب الهداية على أنفسهم، أغلقوها إغلاق نهائي وتحدوا رسولهم وقالوا لا يمكن أن نتنازل عن هذه الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا، وما هذا الأمر الذي أتيتنا به؟ استهزأوا بالأمر الذي وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له، جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ثم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا إغلاق، إغلاق لطريق الفهم عن رسولهم وإغلاق للباب وعدم يعني الإذن يعني أن يسمحوا لأنفسهم بأن يسمعوا منه المزيد. فعن ذلك قال لهم رسولهم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب لما قفلتم الباب على أنفسكم على هذا النحو ولم تقبلوا هداية على هذا وأصررتم على الكفر الذي أنتم عليه ورددتم التوحيد الذي جئت به، فقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وهذا الوقوع متحقق، قد تحقق هذا والعذاب يأتي في إثره، لكن هذا وقع الرجس وهو العذاب، وأصل الرجس النجس، وغضب من الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم متعجبا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ تجادلونني، والجدل هو يعني إلقاء ما يلقيه الطرف من حجة ثم يلقيه الآخر، سمي هذا بالجدل لأنه كجدل الحبل، كجدل الحبل، والحبل يكون له طرفين أو أكثر، ثم يعني يأتي الطرف هذا على هذا الطرف ثم الطرف الثاني على هذا الطرف، وهذا يعني استعير لمعنى الجدال، فهذا يدلي بحجة وذلك يدلي بحجة. أتجادلونني يعني تراجعونني المرة تلو المرة في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء ليست حقائق، سميتم هذا إله وهو ليس إله، إذا جعلتم الشمس سميتها الإلهة أو القمر إله أو هذا الصنم إله أو البحر إله، أنت صنعته، أنت سميته إله، لكن له ليس إلها على الحقيقة. قال أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم مخترعكم وآباؤكم اخترعوا هذه الآلهة ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله تبارك وتعالى من سلطان لعبادة هذه الآلهة، ما في ما في أي، السلطان هو الحجة القاهرة، السلطة ما له سلطة، ما له قهر إما لتصدق به وإما لتذعن له، ومنه سمي الحاكم سلطان وسميت الحجة سلطان، فما فيها أي، لا ما ليس لها أي حجة قاهرة، بل ولا أثارة علم أن هذه آلهة، ما نزل الله تبارك وتعالى ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ما دام قد ارتضيتم لأنفسكم هذا التحدي فانتظروا. هم طبعا ينتظرون هلاك رسولهم وذهاب دعوته ونهايته، وقد قالوا له إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت رجل مجنون وقد أصابك هذا الجنون من بعض الآلهة لأنك تسبها وتشتمها، فهم ينتظرون به أنه رجل مجنون ستنتهي دعوته، وهو طبعا ينتظر موعود الله تبارك وتعالى الصادق في أن يذيقهم الله تبارك وتعالى العذاب في هذه الدنيا وأن ينجيه. قال فانتظروا، يعني ما تنتظرونه، إني معكم من المنتظرين. وشتان بين انتظاره، انتظار الرسول وانتظار هؤلاء الكفار. الكفار سيأتيهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ولم يعني يتوقعوا، والرسول سيأتيه موعود الله تبارك وتعالى.
قال جل وعلا: فأنجيناه والذين معه برحمة منا. أنجيناه، والإنجاء هو أن الله تبارك وتعالى أنقذه هو وأهل الإيمان معه من العذاب. ثم قال جل وعلا: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابرهم، الدابر هو الذي يأتي في إثر القوم، فإذا كان القوم مرتحلون فيكون آخر واحد فيهم هذا دابرهم، فقطع الله دابرهم بمعنى أنه استأصلهم تماما. فالجيش إذا قطع دابره يعني استأصل آخر رجل فيه. قطع الله تبارك وتعالى دابرهم، قال: الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد أخبر سبحانه وتعالى يعني في موضع آخر من القرآن كيف قطع الله تبارك وتعالى دابرهم، وذلك بأنه أرسل عليهم الريح العقيم التي ظلت تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال في الموضع الآخر: فلما رأوه عارضا جاي، ريح جاية وهي معترضة في الأفق، عارضا مستقبل أوديتهم التي يزرعون فيها، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أن الله هو الذي فتح عليهم سبحانه وتعالى، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. خوت الأرض من سكانها وأصبحت مساكن خالية من الصغير والكبير. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال جل وعلا: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لم يكونوا مؤمنين، فعند ذلك كان هذا هو جزاؤهم من الله تبارك وتعالى. هذه صفحة من صفحات تاريخ الرسالات، وهي تكاد تكون نفس القصة، قصة نوح هي قصة يعني هود، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بصفحة أخرى من صفحات هذا الكتاب، فيقول جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. يعني أرسل الله تبارك وتعالى ثمود. ثمود قبيلة عربية كذلك، وكانت تسكن في الحجر من أرض الحجاز، ومساكنهم معروفة ليومنا هذا. وإلى ثمود أخاهم، أي أرسلنا لهم أخاهم صالحا، صالح عليه السلام الرسول. قال: أي صالح، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس المقالة، نفس مقالة الرسل جميعا، يا قوم، يدعوهم بهذا يا قومي، وهذا يعني يبين له أنه قريب منهم، أنه أخوهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غيره، كل هذه الآلهة التي تتخذونها غير آلهة باطلة، تسمية بدون مضمون، بدون معاني، ليست هذه آلهة، الإله وحده هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: قد جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة، أمر ظاهر يبين الحقائق، من ربكم، يعني أرسلها الله تبارك وتعالى لكم، وهو ربكم خالقكم وبارئكم، وهذا أيضا فيه تقريب وتحبيب، أن هذه البينة جاءتكم من ربكم، من إلهكم، من ربكم خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى وسيدكم. هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله، ناقة معروفة، وإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة مخلوق إلى الخالق، وإضافة تشريف، لأن الله سماها ناقة، لأن الله تبارك وتعالى يعني خلقها خلقا معجزا لتكون آية لصالح عليه السلام، وهي أنه يعني أخرجها من يعني بطن الجبل لهم. هذه ناقة الله لكم آية، آية علامة على يعني أن على وحدانية الرب الإله سبحانه وتعالى، الخالق لكل شيء، الذي يخلق ما شاء كما شاء وأخرج هذا يعني، وآية على صدق الرسول، فإن الرسول أخبرهم بها وخرجت لهم وهم اقترحوا هذا. فذروها تأكل في أرض الله،
يعني هذه الناقة كذلك تبقى، ما هي يعني آية تخرج ثم تموت، ولكن تبقى أمامهم حتى يشاهدوها بل وينتفعوا من وجودها كذلك. فذروها تأكل في أرض الله، أرض الله التي خلقها، يعني أنكم لن كذلك لن تتعبوا لإطعامها بشيء، بل ترعى من يعني أرض الله تبارك وتعالى. ولا تمسوها بسوء، تحذير، والمس يعني أدنى الإصابة، يعني لا تصيبوها بشيء صغير، بسوء، أي سوء، برضو سوء منكر، فيأخذكم عذاب أليم. لأن هذه يعني ناقة شريفة منسوبة إلى الرب تبارك وتعالى، جعلها الله آية في عندكم، فاعرفوا مقام هذه الآية وأنها منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن العدوان عليها عدوان على شيء عظيم منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، فيقع العدوان كأنه على الله، وبالتالي تتعرضون لسخطه وعقابه. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، استحضروا هذا الأمر في عقولكم وانتبهوا له، جعلكم الله تبارك وتعالى خلفاء في هذه الجزيرة من بعد عاد، من بعد قبيلة عاد التي كانت تسكن في جنوب الجزيرة، وبوأكم في الأرض. التبويء التمكين، يعني مكنكم الله تبارك وتعالى في الأرض. ثم بين أيضا يعني نوع هذا التمكين، قال تتخذون من سهولها قصورا، تسكنون السهل من الأرض وتتخذون منه قصور. القصر هو في لغة العرب البيت المبني من الحجارة، هذا قصر. فتتخذون يعني بيوت عظيمة تبنونها من الأحجار في 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 السهول، وتنحتون الجبال بيوتا. وأما في الوعر في الجبل فتشقون الجبل وتجعلون يعني بيوتكم في الجبال، وما زالت بيوتهم الفارهة الواسعة المنحوتة في الصخر في صخور الجبال موجودة ليومنا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه بمعنى شقوه، وهذه قوة عن أن لهم فيهم عندهم حضارة وقوة هائلة أن يبنوا بيوتهم في داخل الجبل. وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، استحضروا هذا آلاء الله، نعم الله تبارك وتعالى عليهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا، عثي الإفساد، وحال كونكم مفسدين. فالسعي بالإفساد في الأرض طبعا أعلاه الشرك بالله تبارك وتعالى، وعبادة غير الله عز وجل، والتظالم والتهارج، والخروج عن طاعة الرب تبارك وتعالى. فلا تفسدوا في الأرض، وإنما أصلحوا فيها، سيروا في طريق الرب تبارك وتعالى، فهذا طريق الصلاة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولننظر كيف كان رد هؤلاء المعاندين المكذبين لهذه الدعوة الصريحة الواضحة البينة التي عليها هذا الدليل وهذا النور. وميعاد هذا إن شاء الله نعود إلى أن نعيش في 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 ظلال هذه القصة في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.